صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا نستقبل استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق أحمد سلام، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، والله يعطيكم الصحة والعافية، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما تعودنا مستمعينا في فقراتنا اللي عودناكم عليها في برنامج صحة وسعادة، بنتطرق لمواضيعنا اللي هي مواضيع الطبية والصحية، وطبعا عندنا فقرتنا التغذوية. بس بداية عندنا الخبر المحلي أو العالمي، واليوم الخبر يقول ما معدل نبضات القلب الطبيعي لكل عمر. طبعا التقدم في العمر يسبب تغيرات في القلب والأوعية الدموية، ولكن معدل ضربات قلبك لا ينبغي أن يتغير بشكل ملحوظ مع التقدم في العمر، ولا يمكن القلب أن ينبض بالسرعة نفسها أثناء ممارسة النشاط البدني أو المواقف العصبية عندما تكبر، ولكن يجب أن لا يكون معدل ضربات القلب أعلى بكثير أو أقل من المتوسط. ويوضح موقع ويبمد، قلبك عضلة لذا يمكن أن يضعف بمرور الوقت، وإذا أصبحت أقل نشاطا مع تقدمك في العمر يصبح البطين الأيسر للقلب أكثر تيبسا، وهذا يعني أنه يتم ضخ كميات أقل من الدم الغني بالأكسجين إلى جسمك. وتابع، القلب الأكبر سنا يرتاح بمعدل ضربات قلب أقل مقارنة بفترة صغرك، وهذا يعني أن معدل ضربات قلبك لا يزيد كثيرا أثناء التمرين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى جدران شريان أكثر سمكا وأنسجة أقل مرونة فيها، ونتيجة لذلك لا يستقر ضغط دمك بسرعة. هل تشعر بالدوار أو الإقماع عند الوقوف بسرعة كبيرة؟ يمكن أن تكون هذه علامات على أن قلبك يتغير. ووفقا طبعا من ناحية سواء الدوار أو الإقماء، ما فقط القلب أساس ما نربطها دائما أن الواحد إذا حس بدورة أو بإقماء أن لا علاقة فقط بالقلب، لا علاقة بأشياء ثانية، منها إذا الأسباب تكون من الأذن الوسطى أو الداخلية، كذلك عندنا النقص في الهيموغلوبين، هاي تسبب مرات إقماءات، أو حتى الشخص يحس بالدوران أو الدوار. ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن ينبض قلبك بالمعدلات التالية لكل فئة عمرية، طبعا من العشرينات من العمر ما بين 100-170 نبضة في الدقيقة. طبعا 170 هذه مع الحركة والمجهود وليس الراحة. عمر الثلاثينات ما بين 95-162 نبضة في الدقيقة. عمر الأربعينات ما بين 90-153 نبضة في الدقيقة. وعمر الخمسينات طبعا من 75 من 80 الى 136 نبضه في الدقيقه، عفوا من 85 الى 145 نبضه في الدقيقه. وعمر الستينات من 80 الى 136 نبضه في الدقيقه. طبعا مستمعينا، كل ما طبعا الدرجات العالية اللي بتلاحظونها اللي هي فوق الأمية، طبعا هذه تكون مع المجهود وليس مع الراحة. يعني في أي شخص يلاحظ أن دقات قلبه سريعة في فترة الراحة، تصادفها بكذلك ضيق في النفس أو ألم في الصدر، هذه تختلف عن الشخص اللي ما يحس في وقت الراحة بهذه النبضات السريعة. فهذه بالنسبة لكل عمر لاحظنا اختلاف نبضات القلب من العمر للآخر. طبعا سبحان الله، هذه يعني
يعني شيء من إعجاز الخالق كذلك، أن الجسم واحتياجاته، طبيعة الجسم متغيرة خلال فتراتنا العمرية كذلك. كانت هذه كان هذا خبرنا المحلي واللي هو معدل نبضات القلب الطبيعي لكل عمر. ننتقل لفقرة السوشيال ميديا وزميلتنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلان الصحي بالإنابة. صبحت الله بالخير أسماء. صباح الله بالنور والسرور عليكم دكتور وعليك المستمعين إذاعتكم. حياك الله ويانا. اليوم ناخذ مجموعة من الأشياء. نحن طبعا مستمرين في معرض الصحة العربي ومستمرين في نقل الخدمات الموجودة في المعرض على قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع أن يتابعنا. لكن اليوم نتكلم عن موضوع يهم الجميع، وهو إغلاق مركز One Central لتطعيم كوفيد، وآخر يوم عمل للمركز بيكون تاريخ 27 وهو باكر، ومن تاريخ 28 يناير المركز بيكون مغلق، فابتداء من تاريخ 28. فالأشخاص اللي مثلا اللي موجودين واللي عندهم مواعيد الجرعة الثانية بتوصلهم أكيد رسالة نصية قصيرة، أو تكون أردي وصلتهم للمراكز الثانية. أما الأشخاص اللي مثلا حابين يروحون يأخذون الجرعة الداعمة، المركز مفتوح لين باكر، يقدرون يأخذون الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19. هذا بالنسبة للقاحات. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها أن في قنوات تواصل الاجتماعي أن جميع مراكز التطعيم في هيئة الصحة تتبع على نظام المواعيد المسبقة، ويمكن الحصول على موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، أو من خلال الخدمات المنزلية لكبار السن اللي هم 50 سنة فما فوق يقدرون يحصلون عليها من خلال الاتصال بمركز الاتصال هو 8342، وطلب خدمة الزيارة المنزلية لكبار السن في المنازل. أيضا من ويعني مثل نختم الكلام بنصيحة وايد مهمة، وممكن حتى نناقشها مع الدكتورة. الخطوة الأولى هي الأصعب. صحيح. ابدأ ولا تتردد وامضي تجاه نجاحك. أغلب مشاكلنا نحن دائما نتردد، يعني يا أنا نحن نزرعهم يا نتردد، يعني ما في شيء في النص. عقب نندم على هذا التردد مع الوقت، نحس أنه يعني نندم عليه، خاصة إذا استوعبنا أن إذا خطينا هاي الخطوة كنا وفرنا على نفسنا أشياء وايدة، ويمكن وصلنا لأشياء كثيرة. فدائما دائما الواحد يوم يبدأ البداية تكون وايد صعبة، لكن عقب يكون الأمور بسلاسة والدرب يصير خضر. صحيح. دائما الواحد أنا في البداية مو بس إن الشغل يكون صعب، البداية إنه الإنسان يتصارع مع نفسه، يتصارع مع أفكاره، يتصارع مع يعني يطلع من مثل ما يسمون الكومفورت زون أو مساحة الراحة إلى مساحة ثانية أو شيء مختلف. فدائما الخطوة الأولى دائما صعبة، لكن إحنا نقول ابدأ ولا تترددون وامضوا تجاه نجاحكم. تقريبا يعني هاي الأشياء اللي كانت على قناة الاجتماعي، نتمنى من الجميع أن يتابعنا عشان يشوف الأخبار اللي قاعدين نحطها في من خلال وجودنا في المنصة، وكذلك أو مثل نأكد أن قنواتنا هي على تويتر وإنستغرام اللي قاعدين نحط فيها الأبديت بشكل مستمر. حسابنا هو DHA_Dubai، ونتمنى الجميع الصحة والسعادة. نتمنى لك الصحة والسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. نذكركم مستمعينا بخصوص المواضيع المهمة اللي ذكرتها كذلك أسماء، بخصوص اللقاحات. بداية إقلاق One Central بيكون آخر يوم له تاريخ 27 يناير 2022، وطبعا بيكون مغلق من تاريخ 28 يناير 2022. فاللي عنده الجرعة الثانية خلال هذا الموعد يعني لين باكر يقدر يصير وياخذ التطعيم، بس والأشخاص اللي حابين ياخذون الجرعة الداعمة كذلك عندهم يقدرون يسيرون، بس بيكون مغلق من تاريخ 28/1/2022. وبخصوص مواعيد التطعيم نفس ما ذكرت أسماء، نقدر نحجز لنا الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي. طبعا التطبيق مفتوح ومتاح للجميع خلال 24 ساعة، يقدر الواحد يختار وقت التطعيم اللي يناسبه، أي عيادة تناسبه. طبعا في أوقات معينة للتطعيم وأيام معينة للتطعيم، بس الابليكيشنز أو
التطبيق متوفر، نقدر في أي وقت وأي مكان أقدر أخذ لي الموعد. النقطة بعد كذلك اللي يمكن كثير يتساءل فيها بخصوص تطعيم كبار السن، خاصة الأشخاص اللي ما يقدرون يجون للعيادة، في كذلك يقدرون يتواصلون مع مركز الاتصال الموحد 800-342 ويأخذون الموعد لكبار السن للزيارات المنزلية لإعطائهم جرعة سواء الداعمة أو جرعات التطعيم. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم الفقرتنا الثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل 6005514144 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مستمعينا مثل ما خبرناكم قبل مداخلاتكم واستفساراتكم طبعا تثري البرنامج بالكثير من المعلومات اللي يمكن أشخاص ثاني كذلك يحتاجون هاي المعلومات أو وتثري البرنامج كذلك بنوعية الأسئلة اللي المجتمع حابب يعرف أجوبتها كذلك خلال البرنامج. فحياكم الله في أي وقت سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر خلال البرنامج. طبعا مثل ما عودناكم فقرتنا الثانية تكون فقرة التغذية، واليوم بنتكلم عن يمكن نقول نوع من أنواع البهارات أو الحبوب اللي لها نكهة ونكهتها تكون مميزة ونكهة حلوة، يعني معظمنا نحبها ونحب نضيفها لأشياء كثيرة لأنها تعطي نكهة شوي مميزة غير عن نكهة أي بهار أو أي عنصر ثاني. طبعا اليوم بنتكلم عن فوائد القرفة. كثرت البحوث والدراسات حول فوائد القرفة الصحية، وفي كل يوم يفاجئنا العلماء والأطباء وخبراء التغذية باكتشافات جديدة تؤكد فوائد القرفة وأهمية تناولها وجعلها جزءا من نمطنا الغذائي. وعشان نتعرف على القرفة أكثر وتفاصيلها وأهميتها يسعدنا أن تكون ويانا اليوم في هالفقرة اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي لمياء مصطفوي. صبحت الله بالخير استاذ لمياء. صبحت الله بالنور، يعطيك العافية على البرنامج المقدمة الحلوة، يعطيك العافية. الله يعافيك وحياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يسلمك. طبعا القرفة سبحان الله من نطريها أو أي حد يطريها قدامنا سبحان الله ريحتها ونكهتها على طول نحس بها، يعني من السبايسز أو من مثل ما نقول البهارات المميزة، يعني ولكل فصل ولكل وقت، يعني قمنا نضيفها لحلوياتنا المشروباتنا الأشياء كثيرة. فحابين نتعرف أكثر عن نبذة عن القرفة وأهميتها سواء من الناحية التغذوية وطبعا الصحية. إنزين، هي القرفة أو الجرفة نسميها إحنا عامة، هي تشكل أصلا مصدر أساسي للألياف الغذائية الحديد والكالسيوم، وفيها عناصر ثانية مهمة بعد. عشان كذي فوائدها وايد، مش مثل فوائدها مثل شو؟ تمنع تخثر الدم، تقلل الالتهابات أو تقاوم الجراثيم، تأثر إيجابيا على المخ، كيف تعزز قدرة الانتباه والتركيز وزيادة الأمل واستجابة القدرات البصرية والحركية. بعدين تدعم الجسم بعناصر غذائية هامة، تقلل مستويات السكر في الدم. بس فائدة الجرف أنها تبطئ من سرعة الهضم اللي يخلي ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على مضاعفات مرض السكر. بعدين المساهمة في خسر الوزن، وكيف يقدر يساهم؟ إنه يمكن الجرف أن تساعد في خسارة كيلوغرامات إضافية اللي اكتسبها الجسم نتيجة اتباع نظام غذائي معين أو نظام غذائي غير صحيح عالي السعرات أو عالي الدهون بعد، وخاصة أن تل الدهون هاي تكون متراكمة في منطقة البطن. ويوجد مثل ما تعرفون أن الجرفة تبطأ من وترة عملية تخزين الدهون في الجسم. بعدين في
حتى فايدة مهمة بعد إنها تزيد مناعة الجسم. ممتاز. إنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وهذا يخلي تناولها أو شربها منقوع مساهم جيد في تعزيز مناعة والحد من الأمراض. ممتاز، وهالشيء جدا مهم. كيف نستخدم إحنا الجرفة؟ شو استخداماتنا في الجرفة؟ الجرفة في ناس يعني الأعواد منها ولا البودر منها تضيفها في ماء وتشربها ويحطون عليها مثلا عسل أو شوية شاي أو ليبون يعني يشربونها وهي حارة، أو يضيفونها إلى حليب الصويا، حليب الصويا يضيفون للجرفة ويشربونها مع بعض لأنها تضاعف على المناعة اللي تعطي. بعدين أضيف الجرفة المطحونة الحلويات نضيفها في السويتات مثل ما قلتي، ولا حتى في المواع يعني حتى في البرياني في ناس يضيفونها. صح، في أكلاتنا، في أكلاتنا يعني العامة ناكل في العصيدة في الأشياء وايد ناس يضيفها. صحيح، وتضيف حتى في اللحم، باللحم بالباذنجان، في حتى ناس يضيفونها في الروب، أنا شفت كان يضيفونها بالروب عشان تعطيها مزة أكثر. صحيح. إنزين، شو أضرار الجرفة؟ الحين تكلمنا عن فوائده، لازم كل شيء له فائدة وكل شيء له ضرر. صحيح. شو أضرار الجرفة؟ الجرفة ضرارها ما في وايد أضرار، بس إذا تكثرت يعني بكميات كبيرة هاي بتنظر. كيف تنظر؟ تقول أول شيء رد فعل تحسسي، يكون في تحسس للشخص. مثل الحكة، مثل الإحمرار، مثل طفح الجلدي، هالأشياء. ومشكلات في الكبد إذا لأنها فيها مادة اسمها كومارين فيؤدي إلى أضرار الكبد، وخاصة لمرضى الكبد يعني اللي فيه أمراض الكبد لا يأخذون الجرفة. نعم، يعني يحصبون من ناحية الجرفة وكمياته كذلك. هي نعم. نعم. أنا تكلمت عن مرضى السكر أنه يخفض مستوى السكر. صحيح. بس إذا هو يأخذ أدوية السكر يحاسب إنه ما يأخذ جرفة بكثرة عشان ما تنظر يعني ينزل عند السكر وايد. مع أن أستاذ لمية يعني يمكن التساؤلي أن الجرفة فيها طعم حلو. الجرفة فيها طعم. صحيح. حلو، بس هي أصلا تنزل مستوى السكر. نعم. يعني الجرفة هي نفسها. فيحاسب الشخص اللي عنده سكري كذلك، وهي نقطة جدا مهمة حساس يعني إذا كم أخذ كمية كبيرة أو شيء أساس ما تنزل، مراعاة مع الأدوية اللي ياخذها. الأدوية. صح. صحيح. وبعدين المرأة الحامل مفروض أنها ما تأخذ، لأن يقول الجرفة يسبب تقلصات في الرحم، لأن لا سمح الله يسوي جهاضات. نعم، هاي نقطة جدا كذلك مهمة خاصة السيدات الحوامل، من ناحية دائما يعني في أكلات أو في حتى توابل معينة أو أعشاب معينة أنهم يحاسبونهم يأخذونها، مش كل بهار أو كل حتى نقول عشبة أنها يعني ما تأثر، بالعكس يعني جميل الواحد يتثقف أكثر من ناحية هذه الأشياء كلها قبل يعني خاصة في فترة الحمل وللحوامل. بالضبط. إنزين، شو الجرعات اللي المفروض الواحد يأخذها في اليوم؟ نعم. هي الجرعة المفروض تصل إلى 6 كيلوغرام. شو يعني 6 كيلوغرام؟ اللي هي ملعقة ونصف، يعني ما نأخذ بزيادة عشان مثل ما قلت أنا قبل ما ينا بالرد العكسي، اللي هي ملعقة الطعام. أستاذ لمية، 6 جرام قصدك في اليوم؟ 6 جرام. هي نعم. نعم، هي الملعقة الوحدة تيجي تقريبا 5 جرام. نعم. هي 6 جرام هاي. نعم. إنزين، وبعدين اللهم سمحي يمكن تتخذ عن طريق الأسهل تناول الجرفة، وهي تناولها لمدة 5 أيام متتالية مع الراحة نهاية الأسبوع، يعني ما يأخذونها يوميا، مفروض يكون 5 أيام ويومين الراحة، يعني اللي يأخذونها مثلا حق تنزيل الوزن وهالأشياء يأخذونها 5 أيام في اليوم ويومين الراحة يحطونها. نعم، اللي يأخذها كأشياء علاجية تعتبر. بالضبط. لأن مثل ما نقول يمكن ناس كثيرة تتساءل، نحن نضيفها يوميا لأكلاتنا يعني، بس النسبة بسيطة، مثلا 5 جرام حق الوجبة كبرها. صحيح، حتى يمكن أقل حتى عن 5 جرام. بالضبط. صح، إحنا نضيفها الكمية هاي حق الوجبة كبرها، يعني حق العائلة كبرها. بس صح. أنا أطري الشخص الواحد يأخذها الكمية. نعم. أستاذ لمية، في فرق إذا خذاها الواحد كمشروب شراب، يعني ذوبها في حليب ذوبها في ماء، أو أنها تكون مخلوطة مع الأكل أو الطعام؟
هي ما بتكون في فرق إذا الكمية نفسها، يعني إذا نفس مثلا كمية الإيش وكمية الماي، هي قاعد يضيفها في ماي ولا ضافها الأكل نفس الكمية، لا ما في فرق، ما في أي فروقات يعني من ناحية ال... لا حسب، بس إذا كانت من مثل ما تقولين مور كونسنتريتد يعني وايد مثقلة يعني، فهذا تفرق. نعم. وطبعا الست جرام اللي هي ملعقة ونص يعني خلال اليوم يقدر الواحد ياخذها، مو بأنه يشربها بشكل الوجبة الواحدة. صحيح صح صحيح. بالنسبة لي من ناحية الطبخ أو من ناحية تعريضها للحرارة أو طبخها، بتأثر في يعني الفوائد اللي ياخذها الجسم؟ من ناحية طبخها أو نقعها، ما في أشياء إذا انطبخت أو يعني قليناها فترات طويلة، وفي أشياء نفضل أن نخليها يعني فترة في الماء أو في الحليب يعني أساس بس نقع يعني ناخذ خلاصتها، فهل الحرارة أو أن هل طبخها يأثر على فوائدها؟ لا فوائدها موجودة. كلمة أخيرة أستاذ لمية توجهينها المستمعين الكرام بخصوص فوائد بخصوص القرفة أو نصيحة تغذوية بشكل عام. نهاية المقال هذا كله بقول لكم أن كمية الجرفة في اليوم لابد أن نتناول كمية موصف فيها عشان ما نضطرنا من الزيادة ضررنا تكون أكثر شيء الكبس. نعم، خاصة مثل ما نقول دائما يعني حتى لو الشيء مفيد وله فوائد كثيرة بس استخدامه بطريقة يعني تكون متزنة وصحيحة. صح. يعني حتى لو يعني نقول أي شيء يعني حتى لو له فائدة كذلك استخدامه بطريقة لا ما نكثر منه أساس ما ناخذ الردود الفعل أو أن ما ناخذ أضراره، مثل ما قلتي في رد فعل تحسسي احتمال تسببه إذا كانت الكمية كبيرة، وفي كذلك مشكلات في الكبد وكذلك للمرأة الحامل يمكن يسبب لها تقلصات في الرحم إذا خذت كميات كبيرة كذلك منها. بالضبط. الأستاذة لميا مصطفى واختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك. مستمعينا في هالفقرة طبعا تحدثنا عن فوائد القرفة الصحية، وطبعا ما في بيت أو ما في مكان ما يستخدم القرفة، وخاصة في فترة الحين الشتاء بتشوفونا دخلناها في أشياء وايدة سواء في حلويات حارة أو في أكلاتنا اللي نستخدمها بشكل يومي، أو في ناس كثيرة تعتمد عليها كمشروب عشان نكهتها وفوائدها كذلك العامة. ومثل ما ذكرت ذكرنا خلال الفقرة مع الأستاذ لمية طبعا أخذها باتزان وبطريقة صحيحة، لأن حتى لو كانت لها فوائد كثيرة طبعا هذه الفوائد كل ما أخذناها بطريقة غير صحيحة أو أخذناها بكميات كبيرة جدا الجسم كذلك يعني له حد في هالشيء فتسبب ضرر للجسم. نذكركم بأرقام التواصل قبل ما نطلع فاصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم برقم التواصل 600551414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين فقرتنا الثالثة بنتكلم عن موضوع كذلك مميز وجميل، وطبعا تابع لهيئة الصحة بدبي وهي تستعرض هيئة الصحة بدبي في منصتها بمعرض الصحة العربي مجموعة مميزة من خدماتها وأحدث مبادراتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية، وفي مقدمة ما تقدمه الهيئة لرواد المعرض من المسؤولين وصناع القرار والأطباء والمهتمين بالشأن الصحي جهاز إكمو، وهو من أحدث التقنيات العالمية في مجال التنفس الصناعي وكذلك في مجال علاجات حالات القلب والرئة الحرجة.
وطبعا للحديث عن هذا الجهاز يسر ما يكون ويانا اليوم الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور عبيد. صباح النور والسرور. حياك الله دكتورة. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. طبعا دكتور، بالنسبة لي الإكمو أو جهاز الإكمو، وهو طبعا واحد من الخدمات وأحدث المبادرات والتطبيقات الذكية اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي، فحابين نتعرف أكثر عن هذا الجهاز. الجهاز هذا يسمى إكمو. نعم. بالإنجليزي Extra Corporeal Membrane Oxygenator. نعم. بالعربي جهاز الأكسجة، يعني لأكسد الدم، يعطي أكسجين للدم، جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم. فحقيقة هو يعني الفكرة جاية من جهاز القلب الصناعي اللي يستخدم في عمليات القلب المفتوح. نعم. احنا في عمليات القلب المفتوح عندنا جهاز اللي هو يقوم بوظيفة القلب ووظيفة الرئة خلال عملية القلب المفتوح. تعرفين يعني صحيح. خلال العملية هاي احنا في الأوبن هارت سيرجري أو قلب المفتوح نوقف القلب ونوقف الرئة، فعندنا جهاز هو اللي يقوم بوظيفة القلب والرئة ويمشي الدورة الدموية والأكسجين في الدم خلال فترة العملية نعم. بس الجهاز هذا يستخدم فقط في غرفة العمليات، جهاز كبير. نعم. ما نقدر ننقله خارج غرفة العمليات، وبعدين تأثير على الدم تأثير يعني إذا تجاوز ساعات بعد الاستخدام يبدأ التأثير على الدم، فالتأثير قصير، يعني استخدامه قصير خلال فترة العملية اللي هي تمتد أحيانا 4 ساعات أحيانا 8 ساعات. أكثر من كذي الجهاز هذا غير يعني مثل ما نقول مناسب ل ان احنا نخليه على جسم المريض فتره طويله. نعم. مع يعني تطور التكنولوجيا. نعم تفضلي. يعني فتره معينه بس من ناحيه الجهاز اللي هو يستخدم في عمليات القلب المفتوح. نعم نعم. فانا يعني بادي اعطيك الباك جراوند او الفكره من وين جت. صحيح. فمع الوقت طبعا في صارت عندنا حالات او في العالم في حالات تحتاج دعم هالجهاز لساعات اكثر، لايام لاسابيع لشهور. نعم. لأن القلب يأخذ لوقت يتعافى، الرئة تأخذ وقت يتعافى. صحيح. فالأبحاث والتطور العلمي أدى أنهم يخترعون جهاز آخر عبارة عن جهاز قلب ورئة صناعي خارجي. نعم. خارج الجسم، بس هذا ممكن وصغير، يعني ممكن يعني ينتقل من مكان لمكان مع المريض. ممتاز، لأن حجم الجهاز كذلك يأثر على العلاج اللي يتلقى المريض. أكيد، حتى تنقل المريض وايد مهم، يعني مريض بغيت أنزله مثلاً للأشعة، أو مريض بغيت أنقله من مستشفى لمستشفى، أو حتى مريض بغيت أنقله في حالة حرجة بغيت أنقله من دولة لدولة. صحيح. فهذا الجهاز الإكمو. نعم. طبعاً نزل في السوق بعد الأبحاث، جهاز صغير يتركب على جسم المريض خارجي هو طبعا. نعم. طبعا هو يتوصل بجهاز القلب او القلب الصناعي في غرفه العمليات او خارج غرفه العمليات، لازم يتوصل بالدوره الدمويه. فالاساس يكون ان احنا نوصل انبوبين. نعم. انبوب طالع من القلب وانبوب راجع للقلب، دوره دمويه مغلقه تكون. فانبوب طالع من القلب يسحب الدم الغير المؤكسد من القلب. نعم. ويسحب للجهاز، الجهاز يعطي الدم أكسجين ويضخه للجسم يريح القلب. فهاي الطريقة هاي إن أنت الدم اللي رايح للقلب، ترى القلب يبذل مجهود. صحيح. إذا وصل للدم يبذل مجهود أساس إنه يضخ الدم للرئة، وبعدين يبذل مجهود أساس إنه يضخ الدم للجسم. صحيح. فعن طريق الجهاز هذا نحن نسحب الدم قبل ما يوصل للقلب ونأكسده ونخليه ينضخ للجسم بدون ما القلب يتعب. فالقلوب اللي هي تعبانة وفيها جلطات، وظيفة القلب نازلة، انت بهاي الطريقة تريح القلب، تخلي خلايا القلب ترتاح أساس انه تتعافى. فهذه هي الفكرة. صحيح. يعني حتى تعافيها. نعم. أصف دكتور. نعم تفضلي. حتى تعافيها يكون أسرع.
في هالحالة. نعم بالضبط بالضبط. فهني كل ما أنت تريح خلايا القلب أو خلايا الرئة نعم. كل ما التعافي يكون أسرع. فيت الفكرة هذه إن إحنا والله محتاجين جهاز يتركب على المريض مو في غرفة العمليات فقط لكن أيضا في العناية المركزة ويتم أيام أسابيع لحد ما القلب والرئة يعني أو القلب والرئة يتعافون. ممتاز. فيت فكرة الجهاز هذا اللي يسمونه إحنا نسميه هذا عبارة عن قلب صناعي خارجي. نعم. يأكسد الدم ويضخ الدم فيشتغل مكان الرئة ومكان القلب. فطبعا على حسب الحالة في حالات مثلا القلب فقط متأثر يعني القلب مريض يعني تن جلطة عودة وضعف القلب وظيفة القلب طبيعيا وظيفة القلب تكون 60%. نعم. يعني كمية الدم اللي تدخل في القلب نفترض 100 ملي القلب مفروض يضخ 60 ملي في كل ضربة. نعم. فنعتبر هذا يعني شيء طبيعي 60% وظيفة القلب شفنا القلب يضخ 60% من الدم اللي داخل لنا يكون طبيعي. فالناس اللي تصير عندهم جلطات ممكن تنزل وظيفة القلب إلى 10% 15% وهذا ما يكفي أو كمية الدم هاي ما تكفي عشان تعطينا الضغط اللي الجسم يحتاجه أن يضخ الكمية المناسبة للجسم كذلك. نعم بالضبط. نعم. فالكمية اللي تطلع 10% يعني جدا بسيطة بالضبط. والجسم يحتاج أكثر. نعم. فمع خلال يوم أو 24 ساعة أو 48 ساعة طبعا الجسم كله يتعب وتبدأ أعضاء الجسم الثاني مثل الكلى والمخ الرئة الكبد هاي تأثرون بضعف الدورة الدموية. صحيح. فاحتمالات أن المريض يعيش احتمالات قليلة جدا إذا ما تحسن وظيفة القلب أو ما تحسنت وظيفة القلب. فركبنا احنا هالجهاز، هالجهاز شو يسوي؟ يضخ بدل القلب، يضخ الدم في الجسم. نعم. ويصير تروية، تروية للكلى، تروية للمخ، تروية بشكل أفضل ونريح. نعم. القلب. القلب اللي متعرض للجلطة يحتاج راحة، ما بلازم يعني نحن نعطيه لود من الدم إن نخليه يبذل مجهود، هو يريد يتعرض للجلطة فأنت لازم تريحه. صحيح. عشان يتعافى أسرع. بالضبط. ولا تتأثر كذلك أعضاء الجسم الحيوية الأخرى بضعف القلب وعدم وصول الدم لهذه الأجهزة. نعم. طبعا في شيئين لازم نعرف، نقص الأكسجين. نعم. ونقص تروية الدم. صحيح. أي عضو يصير فيه نقص أكسجين أو نقص لتروية الدم خلاص يبدأ يضعف ويصير فيه فيلير نحن نسميه أو فشل. فشل. فشل كلوي مثلا، فشل في الرئة، فشل في الكبد، فشل في لان هاي الاعضاء كلها معتمده على الدوره الدمويه والاكسجين طبعا. صحيح. والترويه اللي تيجي كذلك من القلب والرئة. نعم بالضبط. نعم. فالجهاز هذا ساعدنا كثير يعني في حالات اللي هي خفوق نحن نسميها خفوق عضله القلب او قصور في عضله القلب. نعم. سبب الجلطات او باصابات ثانيه. وكذلك في حالات الرئة فقط يعني القلب زين لكن الرئة شو تعبانة فيها التهاب مثلا. نعم. الرئة اللي فيها التهاب ما يصير فيه تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بشكل فعال. صحيح. فيصير نحن في عندنا حالة نسميها هايبوكسيا. هايبوكسيا. نعم. يعني نقص نسبة الأكسجين في الدم. نعم. ليش؟ لأن الرئة ما تسحب الأكسجين الكافي أساس توصل للدم ولا تطلع ثاني أكسيد الكربون الكافي اللي طالع من الدم. نعم. فيكون في الجهاز هذا يفيدنا. نعم. يعني الجهاز بيفيد في يعني سواء كان المشكلة من القلب أو سواء كانت المشكلة كذلك من الرئة. نعم بشكل مؤقت طبعا ليه ما القلب وهذا التعافي في حالة الرئة في حالة الالتهابات. نعم. نركب هالجهاز بس طريقة تركيب الجهاز تختلف يعني لما نركب الجهاز هذا حق القلب غير ولما نركب الجهاز حق الرئة طريقة ثانية توصيل الأنابيب في أماكن مختلفة يعني. وهو نفس الجهاز. نفس الجهاز. نعم. ممتاز. يعني أنه يفي بقرضين مو بس بقرض واحد إذا الشخص عنده مشكلة بالضبط. في القلب يعني سبحان الله هذا التطور العلمي وال يعني الأشياء العلمية اللي تتطور يوم بعد يوم يعني لها أثرها خاصة في المرضى المحتاجين خاصة للأشياء الحيوية الكبيرة مثل القلب والرئة.
الحالات الحرجة. الحرجة. فالحمد لله احنا في هيئة الصحة كان عندنا الجهاز من فترة. نعم. فأتذكر أول حالة يتنا ركبنا الجهاز، الحالة هاي كانت بنت مواطنة عمرها حوالي 25 سنة أو 26 سنة. نعم. صار عندها تسمم، صار عندهم تسمم بالفيروس من الأكل. نعم. ففي بعض التسممات يعني في تسمم هذا أثر على عضلة القلب عندها، ولدرجة أن وظيفة القلب عندها نزل ل 15%. يعني جدا يعني نزل. نعم. كانت حالتها حرجة. نعم. فهذه نعم. أول حالة ذكر نحن ركبنا عليها الجهاز الإكمو. وطبعا لازم تتعالج بالأدوية وعناية مركزة وتنفس صناعي، لكن ضعف عضلة القلب أدى إلى فشل في بعض الأعضاء الثانية مثل ما ذكرنا. نعم. ركبنا عليها الإكمو، وتم الإكمو عليها لمدة تقريبا 20 يوم. نعم. بعد 20 يوم لاحظنا أن عندها وظيفة القلب بدأت تتحسن عندها. ممتاز. وارتفعت وظيفة القلب من 15% إلى 40%. ممتاز. وهذا ارتفاع يعني جدا يعني ممتاز خلال 20 يوم. ممتاز. نعم نعم. والحمد لله قدرنا نشيل من الجهاز من عليها وطلعت من العناية. أهلها كانوا قلقين وكذا وهذا، وقال نحن بنسفرها خارج الدولة على أساس نشوف يعني شو بنسوي. الحمد لله وراحوا فرنسا. نعم. وهناك قالوا لهم خلاص انت يعني سووا اللازم لك والامور طيبه، وبقيه او نحن مثلا نبغي وظيفه القلب ترجع من 40% إلى 60% ترجع طبيعيه، هاي تاخذ شهور. صحيح. فطمنوهم قالوا لهم هذا هو العلاج واستمري على الادويه وما تحتاجين اي شيء ثاني. فالحمد لله قدرنا ننقذ البنت هاي. مثال ثاني. نعم. تفضلي. يعني دكتور من 15 ل 40، بعد يعني مثل ما نقول يعني علميا وخلال فتره بسيطه يعني ثلاث اسابيع يعني تقريبا 25% من قوه القلب رجعت يعني، وهذا الحمد يعني لله. الحمد لله يعني هذا مجهود، وكذلك مثل ما نقول ان يعني برزت طريقه العلاج وطبقت بطريقه صحيحه كذلك. الحمد لله. عادة الجلطات اللي تصيب القلب. نعم. القلب يحتاج لمدة تقريبا أقل شيء 6 أسابيع يعني شهر ونص، لما بعض الخلايا في بعض الخلايا للأسف الجلطات بعض الخلايا تموت يعني. صحيح. العضلة اللي هي متأثرة في هاي المنطقة يعني مثلا عندنا شريان انسد. نعم. الشريان هذه يغذي منطقة معينة من القلب، ف الخلايا هاي إذا نحن ما رجعنا نفتح الشريان بسرعة الخلايا هاي تموت. صحيح. لكن الخلايا المحيطة بالخلايا هاي يعني في السنتر الخلايا تموت، لكن الخلايا المحيطة بالسنتر هاي ممكن ترجع لأن تحصل تروية من أماكن ثانية، فعشان ترجع تشتغل تحتاج أقل شيء 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. بس الجهاز هذا يعني يسرع العملية هذه نص الفترة. نعم تقريبا يعني يساعد حتى ان المريض يطلع من العنايه بشكل اسرع. الحمد لله. دكتور ذكرت في حاله ثانيه كذلك، وهذا يبرز ان فائده الجهاز وتطبيقكم له كذلك بطريقه صحيحه ان يعني فاد ناس كثيرين، فحابين نتعرف على الحاله الثانيه كذلك. نعم طبعا الجهاز مثل ما تفضلت قلت لك ان استخدمناه في حالات القلب وحالات الرئة سابقا، لكن فادنا الجهاز هذا جدا في حالات الكوفيد. يعني احنا كانت عندنا خبرة في استخدام الجهاز في حالات القلب وحالات الرئة اللي هي الاضطرابات العادية. نعم. جاتنا أزمة الكوفيد طبعا انت والناس يعرفون المريض اللي يصيبه كوفيد ياما يكون بدون أعراض أو أعراض خفيفة ما يحتاج يدخل المستشفى. صحيح. أو أعراض أنه يحتاج يدخل المستشفى بس ما يحتاج عناية مركزة. صحيح. أو الفعل الرابع اللي هي الحالات الحرجة جدا لازم يدخلون العناية المركزة وللأسف ينحطون على جهاز التنفس الصناعي لأن الرئة تكون مصابة بشكل شديد من التهاب والكوفيد. صحيح. فما في يصير عندهم هبوط في الدورة الدموية، يصير عندهم هبوط في الأكسجين. نعم. فجزء من الناس هايل كانوا يتعالجون بالأدوية وبالفنتليتر مثل نحن نسميه التنفس الصناعي. نعم.
كانوا يتعالجون ويطلعون، لكن للأسف في ناس ما كان عندهم أمل يعني على جهاز التنفس الصناعي والأكسجين يعني تحت مثل ما نقول يعني يوصل أقل من 70-60-50%، طبيعي مفروض يكون أكثر من 95% طبعا. صحيح. فالحالات الحرجة جدا اللي هم على جهاز التنفس الصناعي وما شيء أمل يعني خلاص فاقدين الأمل إنهم يتعالجون. نعم. كانوا يحاولون أساس إن إحنا نركب عليهم الجهاز هذا، والتقنية هاي موجودة في هيئة الصحة من فترة، فكل المستشفيات الخاصة والمستشفيات الثانية حتى من خارج إمارة دبي كانوا يحاولون علينا. فالحمد لله نحن قدرنا نركب الجهاز على عدة مرة كوفيد، لاحظنا أن الريكفري مالهم أكثر بكثير من المرضى الثاني. ممتاز. ففي بعض المرضى يعني تم عليهم الجهاز فترة شهور، يعني أنا أتذكر أول مريض ركبنا عليه، أول مريض كوفيد ركبنا عليه الجهاز هذا كان في بداية أزمة الكوفيد في فبراير 2020، اتصلوا فينا مستشفى من المستشفيات الخاصة. نعم. والمريض كان خلاص يعني في حالة حرجة وما كان في أمل، فاضطرينا نحن نطلع مع التيم، لأن المريض ما يقدرون يتحركونه يجون عنا، لأن بس أدنى تحركينه من السرير ممكن يتأثر. صحيح. يعني خاصة بعد الواحد ما يفصل يعني مثل ما نقول طيبات الأكسجين أو الفايتال ساينز مونيتور، حرجة يعني حالة حرجة جدا. صحيح. يعني ما تقدر تلمسه حتى يعني. صحيح. ففائدة الجهاز هذا إنه بورتابل، نحن شلنا الجهاز هذا. نعم. مع التيم رحنا للبرايفت هوسبيتال المستشفى الخاص هذا، ركبنا الجهاز هناك. حتى بعد ما ركبنا الجهاز هذا خذلنا 6 أيام على أساس إنه نخلي حالته مستقرة. بعد 6 أيام قدرنا ننقل مستشفى دبي، وتم عندنا في مستشفى دبي على الجهاز حوالي 3 شهور، 3 شهور وكم من يوم ليه ما رأيت عافت عنده. الحمد لله. هاي أول حالة كوفيد حتى على مستوى الدولة ينحط على الإكمو. نعم. والحمد لله تعافى، وكان من الجنسية الفلبينية. بعد ما تعافى طبعا سافر بلاده، وحين دائما على تواصل معانا يعني يشكر التيم ويشكر الفريق، وأهله دائما يتواصلون ويانا ويشكرونا على أن احنا انقذنا حياته. أكيد. وهذا الحمد لله دكتور، وهذا يعني جهد ويعني مبذول بطريقة كبيرة يعني، وخاصة للحالات اللي منقول مثل الميؤوس منها أو الحالات الحرجة جدا، يعني أنها تستقر حالتها خلال أيام معينة ومع الوقت ترجع لحالتها الطبيعية. يعني ما شاء الله هذا مجهود تشكرون عليه صراحة، وإنجاز كبير يضاف لإنجازات هيئة الصحة في دبي وكذلك لقسم جراحة القلب والصدر كذلك في مستشفى دبي. طبعا احنا هالمجهود احنا مو بس الوحيدين اللي احنا يعني نقوم على علاج المرضى، وهذا معنا فريق كامل متكامل من هيئة الصحة في دبي الحمد لله، وخاصة العناية المركزة. صحيح. شباب العناية المركزة دكتور أشرف والفريق اللي عنده. صحيح. أشرف الحوي والفريق اللي عنده، نحن نتعاون وياهم، نحن يعني نركب الجهاز ونتأكد ان كل شيء اوكي، لكن المرضى مثل هايل محتاجين عناية فائقة بشكل يومي ومستمر ساعة بساعة حتى يعني. صحيح. وهذا عمل الفريق دكتور، يعني الفريق الناجح يبرز عمله بطريقة كبيرة وبطريقة مبينة للجميع كذلك. الحمد لله. فكي كان في تعاون فريق جراحة القلب في هيئة الصحة، العناية المركزة من مستشفى دبي، مستشفى راشد، أطباء الالتهابات الانفكشن ديزيز تابعون الحالات كانوا ويانا، حالات الكوفيد، حتى هاي الناس يصير عندهم جلطات وكذا، ففريق الهيماتولوجي، فعدة فرق متخصصين كانوا يتابعون الحالة الوحدة بشكل يومي. وأتذكر نحن تقريبا يمكن حوالي يمكن 40 مريض تقريبا هاي الحالة. في بعض الحالات احنا اضطرينا يعني مثل ما قلت لك صرنا للمستشفيات الخاصة وركبنا هالجهاز، والحالة لما تستقر نجيبهم لهيئة الصحة إذا نقدر. وفي بعض الحالات يعني فترة الكوفيد وتعرفين السرة في العناية كلها كانت مليانة ما في مكان، فاضطرينا نحن نخلي بعض أعضاء الفريق موجود في المستشفيات الأخرى يتابعون الحالة بشكل يومي على مدار الساعة.
نشكركم. كانت أزمة لكن الحمد لله الجهاز هذا ساعدنا بشكل. الحمد لله، يعطيكم ألف عافية دكتور ومجهود تشكرون عليه. دكتورة إذا تسمحي لي خلال دقيقة لأن الوقت داهمنا على السريع، بس لأن مثل ما قلت لك الجهاز هذا عبارة عن قلب صناعي خارجي، حتى مرضى اللي يتريون زراعة القلب ممكن نركب عليه هالجهاز في انتظار، يعني ما يحصلون القلب بشكل سريع فيتضرون، يعني ففترة الانتظار تكون فترة حرجة مثلا، ممكن هالجهاز يساعدهم على أساس أنه يتريون القلب وما يصير عليهم أي شيء. وفي حالات ننقلها من دولة لدولة، أتذكر حالتين، حالة نقلناها إلى سنغافورة كانوا من الفي آي بي، مريض كان هنا عند الجلطة وركبنا عليه الجهاز ويو المستشفى هناك اللي يهتمون فيه وشلوه مع الجهاز. وفي مريض آخر كان نفس الشيء عنده إصابة في الرئة ونقلوه بالجهاز إلى السويد. فالحمد لله الفريق صار عنده خبرة في مجال العلاج بالإكمو وطريقة ناجحة، بس طبعا اختيار المريض وايد مهم، لازم نختار المريض المناسب. صحيح، نتمنى لكم كل التوفيق. دكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا في حلقة اليوم، نلقاكم باكر على نفس التوقيت. أشكر فريق العمل في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق أحمد سلام، وفي الإخراج نمر محمد، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.